احنا العيب نتاعنا انه نذكر البعض اللي رحلوا ورحلوا. لكن احنا محتاجين الى من يذكرنا في الدنيا في الحياه، في الحياه، واللي يرافقنا واللي يتكلم علينا ويحط صورنا ويقول تكريم نسحقه في الحياه ما في بعد الممات. صور نتاعنا، اسمعي درك نحكي لك هذه النكته، مش نكته لكن ضحكتني الله يرحمها سيده فاتحه بغبغ. الله يرحمها. رحنا للمؤسسه الوطنيه للاذاعه، مؤسسة الوطنية للتلفزيون، رحنا لوزارة الثقافة، رحنا لديار الثقافة، كل الأغلبية فيهم حاطين كل الصور تاع الأموات ولا فنان حي حطوا في وسطهم. قالت لي بهية باش ضحكني، قلت لها شوفي 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 كيفاش هذايا. تقول لي بهية انت وراكي، نقولها راني في دار الثقافة أو في دار كذا وكذا، قولي نور انا في لا مورغ. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. انسانه طيبه طيبه. يكرموا الفنان حتى يموت في حياته، ديجا باش مات حتى القنطه والمرض. قولي لي كاين فنان مات نورمال، موته نورمال طبيعيه، موته طبيعيه. كل فنان يموت قلب، يموت سرطان، يموت كل هذا جي. نعم. من الحزن، من حتى طيب الأعصاب. حتى الإنسان الطيب يموت هكذا، الإنسان اللي عنده طيبة فائقة وعنده حنان فائق يكون حساس. كي يكون حساس هذاك المرض يتمكن يتمكن بالخف منه. الحمد لله. الحمد لله، وربي عافينا. المهم احنا سعداء. الحمد لله.